ونرى نفسها على الخير بالسبب والقدر كما جاء الأثر. نعم، ايش يقول هذا يا رجل؟ انتبه، عنده اخذ كتاب اخر، كتاب فقه. تتكلم في الفقه انت؟ من اين تقول هذا الكلام؟ الشيخ يقول، ايش يقول؟ نرى المسعى الخفين، مسعى الخفين يا اخواننا في كتب الفقه، هذا لعله خطا من بعض النساخ. صحيح، المسعى الخفين اين يكون؟ في كتب الفقه. لماذا اورد المؤلف رحمه الله المسعى الخفين في كتب العقيده؟ لاننا نظرنا في امور يسميها العلماء شعار لاهل السنه والجماعه، في اشياء اصبحت شعار، تنظر الى الرجل تعرف انه من اهل السنه والجماعه، غلبت الظن، وتنظر الى الرجل غلبت الظن تعرف انه مخالف لاهل السنه والجماعه، منها المسح على الخفين، لان الرافضه خالفوا في هذا العمر اكرمكم الله في الرجل في ثلاثه اشياء، خالفوا اهل السنه. باختصار الرافضه، باختصار منهج الرافضه باختصار، اخذوا كل شيء عند الفرقه الضاله اعتقدوه خلافا لاهل السنه والجماعه، هؤلاء الرافضه باختصار، كل شر عند الفرق الضاله خالفوا في اهل السنه اعتقدوهم نكايه بمن؟ باهل السنه والجماعه، والله. فهم لا يمسح الخفين، ولهذا ذكر الفقهاء يعني هنا الفقه الاكبر هنا، ذكر علماء العقائد ومنهم هذا العالم رحمه الله المسعى الخفين، لأنه أصبح شعار لأهل السنة والجماعة يعرف بهذا، يعرف بمسعى الخفين. مفهوم؟ من قال أنه أخطأ أو أخذ كتاب الفقه؟ لا، لم يخطئ، جزاه الله خير. نعم الشيخ. ونرى يعني أهل السنة والجماعة المسعى الخفين، وثبت المسعى الخفين يقول بالكتاب والسنة والإجماع. نعم. والحج والإمام راضيان مع المسلمين. نعم، هذا قد تقدم معنا في صلاة الجمعة والجماعة والحج والجهاد، لأنهم يرون أن الحج لا يمكن يكون إلا خلف إمام معصوم مشترط الشروط. لا، وكيف نعطل شريعة من شرائع الإسلام، بل ركن من أركان الإسلام الخمسة. نعم. نعم، ولماذا الآن؟ لأنه لا يوجد دليل على هذا. نعم. نعم، عندنا تقدم معنا في الإيمان بالملائكة عليهم السلام، نؤمن بهم وبما علمنا الله من أسمائهم وصفاتهم والأعمال التي وكلهم الله سبحانه وتعالى بها، منها كرام كاتبين. نعم. ملك الموت، ما قال عزرائيل، ولأن لم يثبت عندنا تسميته بعزرائيل أو نفي هذه التسمية ونقول الله أعلم، عندنا اسمه ملك الموت. نعم. نعم. من كان له أهل، نسأل العافية والسلامة. نعم. نعم، الأصول الثلاثة